طالبة العريش قصة حقيقي خلينا نقول قمة في المأساوية صراحة يعني، ومغرق المنصات من الويكند هذا. طالبة اسمها نيرة الزغبي، عمرها 19 سنة وبتدرس في كلية الطب البيطري في جامعة العريش شمال سيناء. طيب الأسبوع الماضي وصلت نيرة على المستشفى في حالة إعياء شديد وهبوط في الدورة الدموية نتيجة تناول مادة سامة غير معلومة، وتوفت بعدها رغم محاولات الإنقاذ. وصدر تقرير الطب الشرعي إنه سبب الوفاة هبوط في الدورة الدموية، وطلعت شهادة الوفاة، وأهل نيرة وصلوا العريش من الدقهلية وأخذوا بنتهم ودفنوها. لكن بعدها ولعت المنصات هاشتاغ حق نيرة غزا المواقع، وزملاء الطالبة في الجامعة طلعوا رواية تانية وقالوا أنه نيرة تعرضت للابتزاز الإلكتروني من طالبة اسمها شروق كانت صاحبتها وحبيب شروق واسمه طه، وأنه الابتزاز كان على جروب الدفعة على الواتساب وقدام الكل ابتزوها، يقال بمحادثات مفبركة، ويقال كمان أنه بفيديوهات وصور لها وهي بتستحمى أخذوا لها هي وهي يعني خلصة. الابتزاز وصل لدرجة دخلت في أم شروق كمان، ونيرة اعتذرت على جروب الدفعة، لكن الابتزاز ما وقف، وبناء عليه قالوا أنه نيرة انتحرت. رجعت طلعت أسرة نيرة وأصدقائها وقالوا لا، نيرة أكيد تسممت وانقتلت، لا يمكن تكون انتحرت. وللآن هذا السؤال الشغل الشاغل للناس اللي متابعة القضية. السلطات تحركت بعد كل الجدل هذا وقبض على مجموعة طلاب من ضمنهم طه وشروق، أما أبو شروق اللي قيل إنه هو رائد في الداخلية فطلعت عن باء إنه الداخلية وقفته عن العمل. لما بدأت التساؤلات تزيد إنه كيف لما وصلت البنت للمستشفى وتوفت اندفنت رغم إنه الموضوع في مادة سامة وما نحط في شهادة الوفاة لا انتحار ولا شبهة جنائية ولا شيء، وبدأت نظريات المؤامرة تزيد وناس تقول القصة اتلفلفت لأنه أهل الطلاب المبتزين ناس خلينا نقول واصلة بحسب الوصف. النيابة العامة أمس أصدرت أمر باستخراج الجثة وتشريحها لتحديد سبب الوفاة لشكوك في وجود شبهة جنائية، وهذه صورة حصرية لتفاعلكم من أمام قبر نيرة، وفي صورة كمان لوصول السلطات لقرية نيرة لاستخراج الجثمان. بينضم إلينا طبعا عبر الهاتف المحامي رامي غربة، محامي الطالب طه، أحد المتورطين في هذه القصة. أهلا فيك معنا أستاذ رامي. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. طيب أستاذ رامي، أولا إذا تحكي لنا يعني خلينا نقول وجهة نظر موكلك في هذه القضية. هو بداية الحديث أحب أعزي أسرة المتوفية رحمة الله تعالى طبعا، ويعني خالص تعزينا للأسرة وفقدتهم طبعا. ده بداية الحديث. تاني حاجة أحب أوضح أمرها، إحنا دلوقتي في قيد التحيات، النيابة العامة بتباشر تحياتها بشكل موسع بشكل متصل بشكل يعني اللي غلط يتحاسب. حلو، طيب هذا الكلام نحن عارفينه أستاذ رامي، بس يعني طه هل فعلا طه وشروق قاموا بابتزاز نيرة؟ هو الاتهام اللي موجود حتى الآن من النيابة لطه تهديد بنشر أمور أو إفشاء أمور مطلوب مصحوب بطلب، ده الطلب أو الاتهام القانوني المتوجه لموكلي لطه. طيب طه أكتر من كده مفيش. طيب أكتر من كده مفيش صح، بس أنت يعني بتستقل من هذا الموضوع، هذا يعني ابتزاز، اتهام بابتزاز. هل طه مش ابتزاز برضو علشان أبقى صريح مع حضرتك، هو أوكي ما سموها ابتزاز. أيه أوكي سمعاني حضرتك. أيوه سمعك.
طيب تفصيلات الوقائع وتفصيلات الأوراق وتفصيلات الكلام كله في التحقيق ليه وقائع أخرى خالص غير اللي موجودة على السوشيال ميديا. طيب ما أنا هذا اللي حابة أعرفه منك يعني أستاذ رامي، الآن التهمة الموجهة لطه، هل طه يقر فعلا بهذه التهمة ولا ينفيها؟ التهمة اللي موجودة أو اللي متوجهة لطه بطريق غير اللي طه يعني هو اكيد طبعا نفى التهمه عن نفسه، لان هو دلوقتي التهديد او الابتزاز زي ما السوشيال ميديا بيقولوا ان هم كان في صور فاضحه وهينشر الصور الفاضحه ديت على جروب الكليه. طبعا كل الكلام دوت نفى طه عن نفسه. اوكي. لان كان كل الغرض من الاعتذار بتاع المتوفي رحمه مولاه تعالى بخصوص شيء معين يعني تم اثارته في التحقيقات، اللي هو ايه الشيء المعين ده؟ ان كان في اقاويل بتتقال على طه وعلى الشروق ان هم اصدقاء او بتربطهم علاقه عاطفيه او ايا كان ايه اللي بينهم، والكلام ده على لسان طه ان الكلام دوت كان بيتقال من نيره. اوكي، ولكن في كمان ناس تانيين من دائره اصدقائهم كانوا بيقولوا ان شروق وطه مصاحبين فعلا. هو العلاقه ما بين طه وما بين نيره وما بين شروق علاقه صداقه عاديه تماما، يعني ده اللي ابداه يعني. أوكي. ده اللي ابداه طه في كلامه في التحقيقات. طيب وبين شروق وطه في علاقه عاطفيه؟ علاقه زماله. لا مفيش علاقه عاطفيه طبعا، ما نقدرش نجزم بحاجه زي كده، لان احنا طلبه في الجامعه، احنا الاثنين ادمن في الجروب بتاع الجامعه، احنا الاثنين وكلاء الطلبه في الجامعه، ولكن مش شرط عشان احنا اصدقاء مقربين من بعض يبقى في علاقه عاطفيه ما بيننا. طيب اوكي، هذا يعني بيخالف الكلام اللي بينقال، بس انه اوكي. طيب هذا بحسب كلام طه وكلام حضرتك. اوكي اكيد طبعا. طيب والان والان ايه يا فندم؟ الان الوضع القانوني لطه، طه اتمسك ومعاه ناس اخرين اتمسكوا صحيح؟ مش لوحده. يعني برضو احب اوضح لنقطه لحضرتك، هو طه مش اتمسك، هو احنا عرفنا ان حد من مديريه امن شمال سيناء كلم اهليه طه، طلب طه لمناقشته في المديريه، وان الموضوع لازم يجي علشان نناقشه. اخوه الكبير اخده ووداه المديريه على اعتبار ان هو ما فيش اي مشاكل خالص بالنسبه لطه. أوكي. وبالنسبه لواقعه نيره او ليه علاقه من قريب او من بعيد بوفاتها. طيب وداها لحد المديريه. حلو. وبناء عليه تم استجوابه وبعد كده تم احالته للنيابه العامه. طيب يعني لكن هو ما تمش القبض عليه، احنا اللي مسلمينه. اوكي، هو راح بنفسه بس بعدين صدر امر بحبسه يعني؟ طبعا امبارح كان في التحقيق وصدر امر بحبسه، لان التحقيقات طبعا ما زالت يعني الاول أوكي. ما زالت طيب. في التحقيق هو محبوس. طيب يعني الان بس انا اللي فهمته كمان محبوس. استاذ رامي انه في كذا احد كمان او في اشياء اتضحت الان جديده انتم حابين من وجهه نظركم تعرضوها على الراي العام. ما هو فندم دلوقتي في راي وراي اخر. صح. دلوقتي في على التواصل الاجتماعي في ناس بتقول احنا عايزين حق نيره رحمه الله عليه، وفي ناس بتقول احنا لازم نعرف الناس حقيقه الواقعه. فانا دلوقتي بقينا عندنا راي وراي اخر. طب ايه الحقيقي؟ وطبعا رجال القانون كلهم عارفين الموضوع ده، كل الحقيقه بتكمن في الاوراق. الاوراق لسه قيد التحقيق، مفيش أي حاجة لسه ثبتت لا على طه ولا ضد طه ولا في صالح طه، كل الورق دلوقتي مازال قيد التحقيق. صح. طيب بس في إضافة جديدة، في ناس تانيين انقبض عليهم إضافيين؟ موجود، في ناس كانت موجودة في النيابة امبارح، طبعا كان في شروق وكان في يوسف وكان في باسل. اوكي، باسل مين ده؟ ده باسل او باسم على حد ما اتذكر، ان ده كان الولد اللي هو صديق نيرة. ده تم التحقيق مع امبارح. صديق نيرة قصدك؟ ايش علاقته فيهم؟ هل هو له علاقه بطه وكذا ولا بيتم استجوابه في شيء مختلف؟ لا، هو بيتم استجوابه في شيء مختلف بشان اقاويل برضه اثيرت في التحقيقات ان هو على علاقه بنيرة رحمه الله عليه.
ايه الصح او ايه السليم. طبعا انا ما حضرتش التحقيق مع اوكي باسل او شروق طيب او يوسف، لان طبعا النيابه ربنا يكون في عونهم كانوا كلهم شغالين على الموضوع. طيب يعني خلاص، انا بشكرك يعني على هذه المداخله، ويعني في اسم جديد كمان ظهر في هذه القصه، كان معنا المحامي رامي غربه محامي الطالب طه طبعا اللي هو حبس برضه في قضيه نيره. خلينا نعود لصلاح الزغبي والد الطالبه نيره. طبعا اول شيء بعزيك طبعا تعازينا الحاره. بتعزي حضرتك بتعزي حضرتك، بتعزيك. وإذا خلينا نعرف منه إيش الجديد في القضية الآن. ممكن حضرتك تشرح لنا إيه الجديد في القضية دلوقتي؟ طلعنا من المدرسة يا أحمد. أنا نفسيتي تعبانة ومش سامع حاجة داية. ممكن حضرتك تقول لنا إيه الجديد في القضية؟ إيه الجديد في القضية؟ قيمتك القضية؟ مكتبني. لا قيمتك القضية مكتبي اللي أنا شغال فيه. الجديد؟ وأنا اللي هبقى اختصاصي، الاختصاص والاتصالات كلها مع أبوها بس. بس. أكتر من كده ما فيش. ما عنديش أي محامي أقول غير مكتبي. طيب، لأنه في تصريحات عن طريق عدد من المحاميين بتصير، فهو يعني بينفي. التحقيق تم. أيوه. تمام. والطب الشرعي جه ولسه ما عرفتش النتيجه لحد دلوقتي. اوكي. بس. طب ليش اتاخروا؟ ليش في البدايه دفنوا نيره بعدين اتاخروا في انهم يرجعوا يطالبوا بانه فتح تحقيق في الموضوع؟ ليه المحامين اتاخروا ان هم يطالبوا بفتح التحقيق في الموضوع؟ بس ساعتك المحامين كلهم محامين الدقهليه ومحامين ديكرنس بالاخص ومحامين من الطريق بالذات. واقفين جنبي وكاله طبيعيه، وكاله طبيعيه مش وكاله ورقيه ولا رسميه. الوكاله هتبقى الوكاله الرسميه للمستشار اللي انا شغال معاه محمد احمد سلام بس. طيب، هل في البدايه يعني هم صدقوا قصه وفاه نيره انه بهبوط يعني في الدوره الدمويه ولا ما الى ذلك، او منتحره يعني؟ في الاول صدقوا ان نيره ماتت بهبوط حد في الدوره الدمويه ولا لا، نيره ماتت بتسمم. تسمم صح، بس هو الاب تحديدا الان مقتنع انه البنت يعني قتلت ام انتحرت؟ للاسف يعني انا مضطره اسال السؤال ده، بس انه يعني طب معلش احنا بنعتذر لحضرتك، حضرتك مقتنع ان نيره ماتت منتحره ولا قتلت؟ لا مش منتحرة، ولا عمر ولا تربية البنت ولا حفظها للقرآن الكريم ولا صيامها اثنين وخميس إنها تنتحر أبدا. طيب، عزيلنا هو مرة ثانية وأشكره على هذه المداخلة. وطبعا احنا عارفين يعني أنه الوضع صعب، بس يعني بنحتاج توضيحات من أصحاب الشأن نفسه عشان نفهم القصة. فنحن بنشكر الأستاذ صلاح الزغبي والد الضحية نيرة.